يوم جديد وأمل جديد وأخبار جديدة مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للثامن من شهر نوفمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي بينت الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يهنئون جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. الأوقاف السنية، عودة صلاة الظهر اليوم واستثناء 35 مسجدا. وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت النيابي يتسلم الميزانية في الأسبوع الجاري ولا تغيير في الدعم بعد 4 أيام من الترقب، وترامب يرفض إعلان بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي لفتت حلبة البحرين مستعدة لاستضافة سباقي الفورمولا، اطلاق قمة الشباب لعام 2020 يوم الثلاثاء، 196 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وإيطاليا. أما صحيفة البلاد فقد بيّنت عمر العلاقات البحرينية الأمريكية يزيد عن 120 عاماً. الدمستاني، انخفاض حاد بإنتاج الإصبعيات بالاستزراع البحري. بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رعاه الله، نشر صحيفة أخبار الخليج أن حلبة البحرين الدولية أعلنت أن سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج وجائزة رولكس الصخير الكبرى للفورمولا 1 ستقامان من دون حضور الجماهير. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أكد أن مملكة البحرين تقدم نموذجا عالميا فريدا من نوعه في دعم الشباب وإعداد قادة المستقبل مشاركة في صناعة القرار. جاء ذلك بمناسبة قرب انطلاق قمة الشباب لعام 2020 والتي تأتي بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة في 10 و 11 من شهر نوفمبر الجاري. بيّن الصحيفة أخبار الخليج أن مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة أضاف خدمة الواتساب إلى قائمة قنوات التواصل الإلكترونية للمتعاملين والمراجعين، وذلك من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من 9 صباحا وحتى 3 عصرا. الترشيق الإداري ومركزية الخدمات عنوان مقال في صحيفة أخبار الخليج للدكتورة وجدان فهد، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. بلا شك أن الجائحة التي عصفت بالعالم ولم نكن بعيدين عنها لها تبعات كثيرة على الوضع المالي، وتضع حاليا أعباء وضغوطات هائلة على الحكومات لمراجعة سياسات الإنفاق والمصروفات وتحقيق التوازن المالي للعبور والتخفيف من حدة الآثار مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي قدر الإمكان. وبناء عليه رأينا كيف أن دولا اتجهت لترشيق جهازها التنفيذي بإعادة هيكلة الوزارات ودمج الهيئات والتحول إلى الرقمنة في إنجاز المعاملات، في مقابل دول اتجهت نحو فرض الضرائب على السلع والمواد، بينما هناك دول أخرى لا تزال حائرة في تحقيق التوازن بين تقليل المصروفات ومضاعفة الإيرادات دون التضييق على المواطنين والمقيمين. نشرت صحيفة الأيام أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قال إن الوزارة انتهت من المرحلة الأخيرة من دفع بلاطات الجسر على تقاطع سار، والذي يعد أول مشروع في مملكة البحرين يتم إنشاؤه بتقنية الدفع التدريجي دون الحاجة إلى غلق مسارات الشوارع أو إرباك للحركة المرورية في المنطقة.
لفتت صحيفة الأيام أن نزل السلام في مدينة المحرق والمتفرع من مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث حاز على جائزة مجلة للتصميم لفئة ايدنتيتي للفنادق لعام 2020، كما حاز النزل على جائزة العام للتصميم الداخلي لاستديو عمار بشير للإبداع الفني. بيّن الصحيفة الأيام أن وزارة التربية والتعليم قالت إن إدارة المواد والتجهيزات بصدد توزيع الكتب الدراسية الناقصة للفصل الدراسي الأول ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري. إلى صحيفة البلاد، ونطالع منها أن وزارة الإسكان وبالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نظمت ورشة تنفيذية للمواطنين المنتفعين من الوحدات الإسكانية بمشروع مدينة سلمان وضاحية الرملي وسلمباد واللوزي، والتي تتعلق بالاشتراطات الخاصة بحدود البناء وأبرز المخالفات للواجهات المعمارية للمشاريع سكنية. نقل الصحيفة البلاد أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تابعت عن كثب الإجراءات الاحترازية بشأن تسرب الوقود في محطة الجفير أم الحصن التابعة إلى محمد المديفع، وذلك بالتعاون مع شركة نفط البحرين بابكو والمجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الأشغال وعدد من الجهات الخاصة بهدف تأمين المنطقة من الأخطار الناجمة. خطت سمر الأبيوكي مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان هذه هي الحياة، فإلى المقال. خوض إن الحياة معركة الروح ضد المادة، وفي تصريحه عمق كبير قد اتفق معه واختلف وتذبذب بين صعود وهبوط. فالحياة من وجهة نظري هي الروح والمادة معا، فقد وهبنا الروح من الخالق وأصبحنا خلفاءه في الأرض لنبدأ قصة حب وشقاء وصراع واستمرار دون انقطاع مع المادة. الحياة أسهل بكثير من أن نسميها صراعا. الحياة مدرسة كبيرة نعيش أيامها بمواعظ ودروس لتبلور أفكارنا وقناعاتنا. فقط أنا مؤمنة بضرورة الرحلة وأهمية الاختيارات وما نتعلمه من دروس. الأهم في هذا درجة وعينا بما نمر به من مواقف وأحداث، بل درجة وعينا نحو أنفسنا وتطورها وما آلت إليه وراء كل موقف نتعرض له أو نعيشه. نشر الصحيفة الوطن أنه من المزمع أن تفتح المساجد أبوابها اليوم لصلاة الظهر، وذلك وفقا للقرار الذي أعلن من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية بفتح المساجد والعودة التدريجية للعبادات الجماعية وفقا للمستجدات. وأعلنت إدارة الأوقاف السنية عن استثناء 35 مسجدا من إعادة فتحها لصلاة الظهر في محافظات العاصمة والمحرق والجنوبية. لفتت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة أعلنت عن انتقال مكاتبها الرئيسية في منطقة الجفير، بل إلى منطقة الجفير، إلى مبنى أبراج الخير بمنطقة السنابس. بقلم الدكتورة صفاء العلوي نشر الصحيفة الوطن مقالا لها بعنوان إحياء ذاكرة الأماكن، فإلى هذا المقال. إحياء ذاكرة المكان بما فيه من تفاصيل كثيرة أمر مهم لتعزيز العلاقة بين الإنسان ووطنه وتعميق حس الانتماء، إلى جانب أن فكرة إحياء ذاكرة المكان رؤية إبداعية لا يحدها الزمن.
جميل أن تكون في بلادنا العربية قصة متكاملة لإحياء ذاكرة المكان، فعلى أرضنا ولدت الحضارات وشيدت القلاع وعاش الشعراء وأقيمت المدن وانتعشت الفنون ورويت القصص وأقام أهل الفكر والحكمة. والجدير بالذكر أن استراتيجيات ورؤية مملكة البحرين واضحة ورائدة من خلال جهود هيئة البحرين للثقافة والآثار للارتقاء بالمشهد الحضري لمدننا الغنية بالثقافة، كما حدث مع مدينتي المحرق والمنامة، فهي ليست مجرد مدن عشنا فيها، ولكن هي مخزون ذاكرتنا وثقافتنا وأساس هويتنا الوطنية. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة برامج إذاعة وتلفزيون مملكة البحرين والبث المباشر لقنوات إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي اتش. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.